بسم الله الرحمن الرحيم. في هذا الفيديو هنتعرف على كيفية استخدام نماذج البرمجة الخطية في حل مشكلة تحقيق أدنى تكلفة. في هذا المثال يقوم بنك الرياض قسم الاستثمارات بإدارة عدد من الأرصدة المالية لعملائه بحيث توضع سياسة الاستثمار لكل عميل على حدة حسب احتياجاته. طلب أحد العملاء من البنك أن يستثمر مبلغ في حدود 1.2 مليون ريال في نوعين من الاستثمارات: صندوق الأسهم، هذا هو النوع الأول، وصندوق العملات الأجنبية. تبلغ تكلفة شراء وحدة صندوق الأسهم 50 ريال وتحقق عائد 10%، بينما تبلغ تكلفة شراء وحدة صندوق العملات الأجنبية 100 ريال وتحقق عائد قدره 4%. يهدف العميل إلى تقليل المخاطرة قدر الإمكان على أن يحقق استثماره دخلا سنويا لا يقل عن 60,000 ريال. يفيد مؤشر المخاطرة لدى البنك بأن عنصر المخاطرة في وحدات الأسهم 8، بينما يسجل 3 لكل وحدة في صندوق العملات الأجنبية. إضافة إلى ما سبق، يشترط العميل أن يستثمر ما لا يقل عن 300,000 ريال في صندوق العملات الأجنبية. السؤال هنا: كم وحدة من كل نوع يجب على البنك أن يشتري حتى يقلل عنصر المخاطرة إلى أقصى حد ممكن؟ طبعاً يتضح من السؤال إن دالة الهدف هنا هتكون عنصر المخاطرة، والهدف هيكون تدنية هذه المخاطرة. كيفية كتابة دالة الهدف؟ دالة الهدف هتكون واي، هرمز لها بالرمز واي، وتساوي 8x1 زائد 3x2. ما هي x1 وما هي x2؟ x1 هو المجهول الأول، وده عدد الوحدات المشتراة في صندوق الأسهم، ثم x2 عدد الوحدات المشتراة في صندوق العملات الأجنبية. عنصر المخاطرة للأول 8 وللتاني 3، إذا المخاطرة الكلية هتكون 8 × x1 زائد 3 × x2. والهدف هنا هيكون تدنيت أو مينيمايز هذه المخاطرة. القيود هنا على عملية الاستثمار تتمثل في تحقيق رغبات هذا العميل. رغبات العميل: رقم 1، استثمار مبلغ في حدود 1.2 مليون ريال. طيب، كيفية كتابة هذا القيد؟ إذا ضربت تكلفة شراء صندوق الأسهم 50، تكلفة شراء صندوق العملات الأجنبية 100، إذا ضربت 50 × x1 زائد 100 × x2، ده الطرف الأيسر هنا أو هذا الجزء يمثل تكلفة الاستثمار الإجمالية، لابد تكون أقل من أو يساوي المبلغ اللي حدده العميل، وهو 1,200,000 ريال. القيد الثاني: تحقيق دخل سنوي لا يقل عن 60,000. الدخل السنوي ذكر أيضا في هذا المثال إن الدخل السنوي للنوع الأول 10% في صندوق الأسهم، والتاني 4%. إذا الدخل السنوي هيكون 10% من قيمته، 10% من قيمة الأول يعني 5، 10% من 50 أي 5، و4% من 100 معناها 4. إذا هضرب 5x1 زائد 4x2، وهذه القيمة لابد تكون أكبر من الدخل المطلوب وهو 60,000، على الأقل 60,000، أي أنها أكبر من أو يساوي 60,000. هذا يعني تحقيق دخل سنوي لا يقل عن 60,000 ريال. القيد الثالث: استثمار ما لا يقل عن 300,000 ريال في صندوق العملات الأجنبية. صندوق العملات الأجنبية رمزنا له بالرمز X2، إذا 100
في إكس 2 لابد تكون أكبر من أو يساوي 300,000% لتكلفة شراء صندوق العملات الأجنبية. إذا لو ضربت 100 في إكس 2 هذه القيمة لابد أن لا تقل، بمعنى أنها أكبر أو يساوي من 300,000. طبعا بالإضافة إلى القيد البديهي، وهو أن عدد الوحدات المشتراة من أي نوع لابد أن يكون كميات غير سالبة، ودي تسمى قيود عدم السالبية. نحصل على النموذج بهذا الشكل: minimize أي تدمية y بهذا الشكل، وهذه هي دالة الهدف، بالإضافة إلى القيود الأربعة بهذا الشكل.